السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في فيديو جديد وقصة جديدة. هذه القصة قصة جد مؤثرة. بعد أن فقد الأمل في الحياة وجد معطفا باليا على شاطئ البحر، أخذه معتقدا بأنه الشيء الوحيد الذي حصل عليه دون مقابل. ولكن الصدمة كانت عندما وضع يده في جيبه. بداية القصة أن خلفان خرج غاضبا من ذلك المنزل، ينظر إلى الباب ينتظر خروج صاحبه ليكمل الشجار. أمسكته أمه وفي صوتها نبرة الخوف: كم مرة سأعيد الكلام يا خلفان؟ إلى متى ستتعامل مع مشاكلنا بهذه الطريقة؟ كم مرة قلت لك بأن هذا ليس حلا يا بني؟ فقال: أعلم هذا، ولكن كان عليه أن يحترمك على الأقل. قالت: ليس الجميع مثلك يا بني، وليس الجميع مجبر على احترامي، فأنا أعمل كخادمة في بيوتهم وأنظف أوساخهم، لن ينظروا إلي كما تنظر أنت إلي يا بني. أتمنى أن تفهم هذا، علينا أن نتقبل وضعنا يا بني. فقال: يكفي 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 يا أمي، لن أستطيع منع نفسي من الرد على أي شخص يتصرف معك بوقاحة. انتهى هذا النقاش يا أمي، انتهى طريق العودة إلى البيت بهذا النقاش المعتاد. كل مرة يعاد هذا الكلام دون جدوى، طلب خلفان من والدته أن تدخل البيت لترتاح قليلا ويكمل بحثه عن وظيفة سريعة حتى يتمكن من إحضار بعض الخضار للعشاء، فهي حقا تحتاج للتغذية. وأثناء خروجه لاحظت أمه أن في عينيه اللامعة من الدموع المحبوسة. قالت في نفسها: لابد أنه سيبكي كعادته خارج البيت حتى لا يحزنني. وبالفعل بكى خلفان بحرقة، ليس بيده شيء سوى البكاء، فقد قام بكل ما يستطيع أن يقوم به حتى يغير من حياته، ولا يمكن أن يحدث شيئا آخر الآن. مر بجانبه رجل كبير في السن يلبس ملابسا وكأنه من عمال النظافة في المدينة، فقال له: كأنك مهزوم من الحياة يا بني. فقال: ها، لا، فقد تذكرت أمورا قديمة، هل لي أن أساعدك يا عم؟ فقال: في الواقع أعتقد أنني أنا الذي سيساعدك، وأعتقد بأنك تحتاج لعمل على الفور. فقال خلفان: حقا، بالفعل، فأنا بأمس الحاجة للنقود، أمي لم تستطع أن تأكل منذ البارح، أرجوك ساعدني. فقال الرجل: فهمت فهمت، ها، أنا مثلك يا بني، لكن يمكنني أن أخبر مديري عنك لتساعدني في تنظيف شاطئ البحر، ربما يتغير وضعك الحالي بالتدريج. فقال خلفان: سأكون ممتنا لك يا سيدي، أرجوك فلنسرع. ظهر هذا الرجل لخلفان وكأنه شعاع من النور في غرفة مظلمة، فقد شعر خلفان بأن هناك أمل ليتغير وضعه، رغم أنه كان يعمل في كل مرة، لكن هذا الرجل والحديث معه كان مختلفا عن المرات السابقة. ذهب هذا الرجل إلى مديره فأخبره، والعجيب أن المدير وافق على الفور لتوظيف خلفان مقابل بعض النقود. أسرع خلفان والرجل الكبير للشاطئ ليبدأوا عملهم، وكان الحماس ظاهرا على خلفان، لم يأخذ قسطا من الراحة، نظف المكان وساعد كل من كان على شاطئ البحر، وعاد مسرعا لأمه حتى يسعدها بالخبر. أكمل خلفان أسبوعا كاملا في عمله، كان مجتهدا ومتحمسا لا يتذمر، ولكن حدث شيء غريب في ذلك اليوم. فحين عودته للبيت صعق بوالدته على الأرض، فأخذها إلى المستشفى القريب، واكتشف أن حالتها الصحية متدهورة.
اتصل خلفان بمديره ليعتذر عن الحضور للعمل في اليوم التالي حتى يبقى مع أمه، ولكن المدير رفض طلبه وخيره إما أن يعمل أو يترك عمله. فسمعت أمه الحديث الذي دار بينه وبين مديره، توسلت لخلفان حتى يذهب للعمل ويكمل عمله حتى يتمكن من توفير الدواء على الأقل، وأنها تستطيع أن تهتم بنفسها في هذه اللحظة. ما كان بيده حيلة، فقد ذهب خلفان للعمل حقا، ولكن تفكيره متعلق في أمه، فقد تحتاج لشيء ولن يكون بجانبها. فقال خلفان: علي أن أعمل بسرعة حتى أتمكن من العودة. هذا ما كان يدور في عقله فقط، علي أن أعمل بسرعة حتى أتمكن من العودة، هذا ما كان يدور في عقله فقط. نظر خلفان أمامه ثم قال: ما هذا الشيء الغريب هناك؟ لقد انتهيت من تنظيف تلك البقعة للتو، لم يمض وقتا حتى يتسخ مرة أخرى. لقد كان معطفا باليا ويبدو أنه مستخدم لوقت طويل، ولكنه جميل ويبدو أنه من النوع الغالي، لهذا لا توجد شقوق عليه. أخذه خلفان معتقدا أنه الشيء الوحيد الذي حصل عليه دون أن يقدم شيئا مقابله للحصول عليه، رغم أنه كان مبللا، إلا أن خلفان لبسه. لقد جففته أشعة الشمس خلال وقت قليل ليستفيد منه عندما تبرد عليه وأمه غرفتهم المكسورة ليلا، فربما يغطي أمه به. مهلا، لحظة، ما هذا؟ وضع خلفان يديه في جيب المعطف ثم صعق عندما رأى مبلغا من المال ومعها رسالة. فقرأ هذه الرسالة: لقد وجد مكتوب فيها: يمكنك أن تعالج أمك بهذا المال وتحضر بعض الفواكه والخضار لتغذيتها. من ذا الذي وضع هذه النقود في جيب المعطف؟ من هناك؟ أريد أن أشكرك فقط. كان خلفان يصرخ ليتمكن من شكر صاحب المال، ولكن لم يكن هناك أحد. لم يفكر خلفان كثيرا بالموضوع، فأمه كانت تحتاج إليه، فركض سريعا لها ومعه الأدوية وبعض الأطعمة المفيدة لها. والمفاجأة كانت بأن المبلغ مناسب لكل هذه المصاريف. انتهى اليوم الأول، خرج خلفان للعمل وودع أمه، لبس المعطف مستعجلا، وهو في طريقه للعمل وضع يده في جيب المعطف، وقف مندهشا كذلك: كيف يمكن أن يحدث هذا؟ فأخرج بيده من الجيب رزمة جديدة من المال وهو مندهش ومذهول، فقد استخدم المال كله في الأمس. بدأ يتلفت يمينا وشمالا باحثا عن من يراقبه، ولا بد أن يكون شخصا يعرفه ويعرف حالته، ولكن دون جدوى. فقرر أن يركض للعمل ويفكر بهذا الموضوع لاحقا. مر شهران على هذا الوضع، يضع خلفان يده في جيب معطفه كل يوم فيحصل على رزمة من المال تكفيه وتزيد عن حاجته، حتى تمكن من علاج والدته تماما وتغيرت حالته المادية للأفضل، وبدأ الجميع يلاحظ تطور وضعه. استغربوا كيف يمكن لعامل نظافة أن يتغير وضعه بهذه السرعة. فخلفان لم يخبر حتى والدته عن موضوع المعطف، وسعى جاهدا لأن يتمتع بكل ما حرم منه سابقا. اشترى بيتا جديدا فخما، أصبحت حياته مختلفة تماما. لم تعد أمه تعمل عند أحد، تعمل في البيوت. في أحد المرات طلب أحد أصدقائه المساعدة منه، وبالفعل ساعده خلفان، بل وساعد جميع أصدقائه، استمتعوا بحياتهم. وبعد مرور سنتان على هذا الوضع المثالي واستقرارهم، بدأ أصدقاؤه يطلبون المساعدة منه، ولكن حدث ما لم يتوقعه أحد.
رفض مساعدة أصدقائه بحجة أنه يطمح للمزيد من النجاح، وأنه بحاجة لتلك المبالغ، وأنه أولى منهم بها لأنه كان محروما سابقا. وبسبب تعامله السيء مع الجميع وتكبره عليهم، بدأ يفقد علاقاته بهم واحدا تلو الآخر، ولم يكن مباليا بذلك الفقد، حتى والدته بدأ يتغير عليها ولم يعد يجلس معها ولا يكلمها. لقد غرق في عالم مختلف إلى أن أصبح وحيدا تماما. فتوفيت والدته بعدها بفترة لأنه لم يعد يهتم بها ولم يكن يسأل عنها وعن أخبارها. وبعد فترة من الزمان خسر خلفان جميع أمواله بسبب مشاركته في صفقة كاذبة، وفقد كل ما يملك من المال والممتلكات، وكأنه أصبح فقيرا من جديد. لقد خسر كل شيء ولم يعد معه شيء، حتى أصدقاؤه لم يهتموا به. بدأ يشتاق لكل ما كان يملكه، وتمنى لو أنه بقي كما كان في السابق. ومرض من شدة الندم والتفكير: تتساءلون عن المعطف؟ لقد تخلى عن المعطف بسبب شكله القديم، استبدله بمعطف جديد، ولم يدرك أنه أضاعه بين كومة كبيرة من الفوضى، وربما رمى المعطف معتقدا أنها ملابسه القديمة. نسي أن المعطف كان سببا في تغيير حياته. عاد خلفان لنقطة الصفر بسبب عدم تدبيره الصحيح لحياته وعدم رضاه بما كتبه الله له، وكذلك عدم استغلال تلك النعمة التي أنعم الله بها عليه. خلاصة القصة: الأفضل أن نرضى بما كتبه الله لنا، ولا فائدة من الحصول على شيء بسهولة لأننا سنفقده بسهولة أيضا، ولكن بضرر أكبر. وكل ما يحدث معنا لحكمة يعلمها الله: الفقر والغنى والمرض والعافية والراحة والقلق كله من الله. لا بد من أن يكون خيرا لنا لنعلم أمور نجهلها ونصبح أقوى. وكلما تعبنا تأكدوا أننا سنكون بخير، وسنجد حولنا كل من يساندنا، فلا ندري لعلها خير. فلا ندري في أي شيء يكون الخير لنا، فالله سبحانه وتعالى هو الذي اختار لنا هذه الحياة، وهو الذي جعلنا كما أراد هو، ليبتلينا بالمرض، ويبتلينا بالصحة، ويبتلينا كذلك بالفقر، ويبتلينا بالغنى، يبتلينا بوجود الأشياء عندنا، وكذلك يبتلينا بفقدنا لها، ليتحقق فينا قوله تعالى: لنبلوكم أيكم أحسن عملا. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويرضينا بما قسم لنا، ويبارك لنا في ما أعطانا. إذا أعجبتكم القصة فلا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة، تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وكذلك أخبرونا في التعليقات عن أي شيء تريدون أن نتحدث عنه، كذلك آراءكم تهمنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.